صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. بكل وضوح، بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك الدريبي. بالاسم ديال الاب والام باش كيتصدقوا الاخرين. راه الزواج عند الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه يدخل سلحفات غيبقى سلحفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. ما هي جهاز المناعه النفسي؟ جهاز المناعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق نبداو نحكوا في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 الى 8 مساء. مساء الخير على كل المستمعين الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور لسناء، مرحبا لله. بروفيسور اليوم غادي نتعرفوا معاك في تحليلاتك على الصعوبات اللي صبح كيعاني منها كثير من الاشخاص في مجتمعنا يعني العربي والمغربي خاصه، واللي هي صعوبه في الابتكار في المبادره الحره واللي كلقاوها غائبه حتى عند الشباب. كثير منهم ما عندهمش روح المبادره وانهم ياخذوا الانيسياتيف كل ما كيقوموا، يعني كثير منا فيه خوف وكانه كيشك في القدرات ديالو على الابتكار، وبالتالي كينتظر دائما التعليمات والاوامر من الاخر وكيقوم يعني ما كيقوم به الجميع، يعني دائما ما كيبقدرش انه ياخذ زمام الامور. فبروفيسور شنو الاسباب اللي عطات هذه الصعوبه في اخذ زمام الامور وشنو هي يعني الامور المؤسسه لها؟ العديد من المؤسسات اللي كتساعد في الكوتشينغ الشباب والناس تخدم على واحد شعارات فيها ديباسمون دو سوا، leadership، le surpassement des peurs de l'échec. عندنا واحد شعارات، وبحكم ان كاينه واحد الافه البطاله في العالم كله وافه ديال الفقر، هاد سوسيتي سافونت او ديت سافونت تلقاو هنا واحد المجال. فما حقيقه الامر من هاد الافه؟ هو البنيات في المجتمع متصلة بعضها البعض، من البنية الشخصية للفرد وعلاقته مع نفسه، البنية تاديا علاقته مع عائلته، والعلاقة العائلة مع المجتمع يعني السوق والحومة والمدرسة وهذيك المؤسسات اللي كيكون فيها اللقاء للمجتمع، ثم العلاقة مع المجتمع الإداري، مع المجتمع المؤسساتي، مع الناس اللي كياخذوا القرارات ويحاولوا ماشي كيلقاو. جاك لاكونت يقول لك جو نو شيرش با جو تروف، كان كنبحث انا كنلقى. نو شيرش با، بوكو جو شيرشي جو تروف، جو سوي ان تروفور. ففي عالمنا العربي عندي واحد الجملة كتبتها اليوم: المجتمع العربي الحالي وجد في فوضته حلا لاختناقاته. المجتمع بحاله بحال واحد اللوجيسيال ما يمكنش تخلي فيها بوغ. لو بعتي اللوجيسيال وفيها بوغ غادي يجي واحد النهار واحد في المستعمل وغاتحلك على داك البوغ. وحنا كنشوفوا دابا في البرامج الاعلاميه في الدوليه كيسميوها انيرور كالكول، وكيخدموه الناس وكيدخلوا وكيخترقوا. علاش؟ باسكو الناس اللي صايبوا البرنامج يا اما ليديتور يا اما ديبلويور يا اما لي شاف دو بروجي ما غيزوش شغلهم، هذيك العفاي كيستغلها. فلا بريز دينيسياتيف باش تكون عندك روح المبادره هي راه بحال مستويات. كنكونوا اسسنا التربيه ثم وصلنا للبنيويه، التربيه هي الاولى كنحيدوها، النظافه
الطفل يغسل فمه ويغسل حويجاته ويجمع فراشه ويجمع موضعه ويساعد في نظافة البيت مع امه واخته. هذيك التربية صافي كنشدوها بريمير بازيك، ما كنبقاوش ندوي فيها نظافة الفم السنان الرجلين الظهر شي بديهي كنحيدوه. ثم كندوزو نقسو بنيوية. سي كوا لا ستركتوراسيون؟ بنيوية هي لا كاباسيتي دو روبيري لي بلاسي لي فونكسيون ا بارتير دو ديسكور. هذه هي الخاصية الإسلام. المسلم ما محتاجش يلبس كسوة باش تعرفه، ما محتاجش يهز معاه كرسي جارو باش تعرفه، كيتكلم كيعرفك بنفسه. سيدنا علي تيقول لباسك يرفعك قبل أن تجلس وعلمك يرفعك بعد أن تجلس. غير كتكلم المسلمين تيعرفوا بعضهم بعض من الكلام. وهي الخاصية الحمد لله في من راديو، وهي الخاصية اللي أسس لها ولي أحمد الشرعي الله يحفظه، واللي أسست لها المجاهدة المناضلة المحبة لثقافة العارفين السيدة فاطمة الزهراء الجديري، واللي أسس لها المحبين والمحبات في الصحفيين والصحفيات والتقنيين والعاملين في المؤسسة، أنهم ناس ضاقوا وبغاو يدوقوا واحد الأسلوب جديد في التعامل مع الفكر. احنا ما نقلنا من حد وما قلدنا حد، والحمد لله ناس كيقلدونا، ناس كينقلوا منا، والله يجعلنا نكون غابة والناس كلهم حطابة. فملي كتكون البنيات تأسست، البنية التربوية ثم تأسست البنيوية، لا كاباسيتي هي القدرة على التعامل مع الصفة والوظيفة وحدود الصفة ديالي وحدود الصفة الآخر من الخطاب. ما محتاجش حتى نمشي للبيرو وندير عساس شاوش في الباب ونلبس كسوة ونهز كعشي حمر ونطبع قدام الواحد ونقول لي تو سي جو سوي ولا نو. لا ستركتوراسيون في لو ديسكور سي كيك شوز لي تري ديفيسيل. صعيب صعيب صعيب. ملي كنأسو لهادو كنمشيو لواحد العرق اللي سميتو ليسبري دو كرياسيون، روح الابداع، اللي شبيه 99.99 بالابداع الفني، شبيه ولكن ليس هو. الفرق ما بين هذا الابداع والابداع الفني اننا في هذه البلاصه هذه اونيفيغوي مقفلين، عندنا قفله. ما معنى مقفلين؟ انه ما كنبدعوش لغرض النشوه. شتي عارفين كاين الفرق؟ اما الابداع الفني ما يمكنش تحبس المبدع الفني، ما يمكنش. الا بدا يرسم سير حبسه، ما يحبسش لك حتى تيخرج هذاك الشيء اللي عنده في الخواطر ديالو. سير حبس واحد ملحن ما يحبسش لك، سير حبس واحد شاعر ما يحبسش لك. لهذا هما مساكن يقتاتون من 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 الجهه اللي قريبه للمرض في النفس، هما يقتاتون من لا بارتي باثولوجيك. احنا لا، احنا في هذا الابداع عندنا قفله ونيفيغويي ماشي مسيبين، يعني كنبدعوا قدر المردوديه الماديه. شتي الفرق؟ ما عندناش حنايا في هذا الابداع، هنا في الانيسياتيف لو بليزير النشوه، لا نقدر شحال غير الربح ونربح. وكان بدا بغا نربح باش نربح، خصني نربح معايا شريكي باش نربح انا معاه. فتما الى طلعوا هذوك الثلاثه انا غنعاودهم، العلاقه مع النفس سي اون كيستيون ولا انكونسيون مي اون ايشيك. شنو هي الاعطاب اللي كيعطينا اللي كتعطينا النفس؟ هي تعوقلك استقرار الرغبه، كتخليش الرغبه تبقى مستقره، كتخسرها لك. هذه هي كنسميوها لي بيرتورباسيون دو لومور. ثم كتعوقلك الاراده، ما كتخليش الاراده عندك دائما، كتهرسها. ثم كتقيس لك في المزاج، ما كتخليش يكون عندك واحد الثقه في المزاج، كتخلي الانسان يولي مزاجي. ثم كتجي وكتتسخف لنا القدره على التحمل وعلى الصبر. شتي هذا هو لانكونسيون في كيضرب كيضرب في هذا البلايص. فإلا كان لو سوي داك الشخص متعافي او لا عارف الحدود ديال هذه النقط هذه ومربي وعنده بنيويه فكريه اللي كتميز كيف قلت لكم الصفه وحدود المسؤوليه غير من الخطاب في الحديث، وعنده روح الابداع، تيقدر يدخل في الانيسياتيف بشرط واحد، الى ما لقاش المجتمع مسدود. حيت راه كاين المجتمع المسدود وكاين المجتمع المفتوح. و بروفيسور من خلال يعني تقويمك، يعني شنو تقويمك لهذه الوضعيات اللي كاينه في مجتمعنا العربي من خلال يعني قراءتك؟ لا بريز دينيسياتيف في العالم العربي في جانبها المونداتير كاينه،
وفي الجانب اللي يفيد به الإنسان نفسه ومجتمعه ضئيلة جدا. ما هي في الجانب من ضد سيركينا يعني في الاستركتور مالين المالا مشي ولا انتريجا من اللي كيمشي إنسان الله يستدل الحيلة ديال شي ولسيس تيسول الطبيب اسكو سيتي استركتور مالين وبيني تيقول لي على سلامتك راه استركتور بيني. علاش؟ لأن الله يستر كومشا قال لي استركتور مالين غتكون كونسيروز. احنا راه مشينا لو فيغسون مالا في لابريز دينيسياتيف. يعني هذا عندنا في المجتمع العربي كثير النصب والاحتيال، كثير الرشوه، كثير الغش، كثير. علاش؟ باسكو ما مفتوحش المجتمع في الجهه البيضاء ديالو، مخنوق مسدود. وحنا راه دوينا بزاف النوبات علاش مسدود، وغنعاودو نزيدو نقولو. وكيمشي الانسان بحكم انه خصو يبدع، لو سيرفو ايما هكاك ربي خلقو، العقل البشري كيبدع. كتكون في غابة عندك جبل ما عندك يدير تفوت الجبل كيبدع الإنسان من الجبل، تكون في الصحراء كيبدع في الصحراء، تكون في الثلج كيبدع في الثلج. لهذا استقر الإنسان في جميع أماكن الكرة الأرضية واستقر هذا البركان كيبدعوا. فهي راه مكرسة لنا في البنية ديالنا الإبداع، غير يما عطيها في لابارتي سن وغيستفد منها الشخص والعائلة والمجتمع. عما خنق المجتمع وإحنا للأسف ما بقاوش عندنا في العالم العربي من المغرب إلى الخليج، ما بقاش عندنا عقول في التدبير والتسيير كومبلكس اي كومبليكي، راه ما بقاوش قلال محسوبين على رؤوس الاصابع. ويا ريت الناس اللي في المسؤوليه، الناس اللي في الاداره، الناس اللي كيظنوا راسهم كيفكروا، يا ريت يتواضعوا ويعرفوا في نفسهم راه ما عندهمش القدره. يا ريت، لان من علامات الحكمه ان عتق تعرف اش كتسوى. للاسف هما مساكن كيظنوا انهم قادرين والواقع تيقول لهم راكم ما قادرينش. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال برنامج بكل وضوح. فاصل اعلان قصير وغادي نرجع مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 او 0522 43 00 09. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح، وغادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه بمكناس، معنا ميسون. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وي جو زي كونتاكتي هير. مرحبا بك. لا مرحبا. انا لا كومونيكاسيون كوبي هير، جي بوكو دو شونس افتي سا في 5 مو كي جيتي دو. مرحبا بك. لا مرحبا. لا جي فوز ابل دو جور سكسيسيف. مرحبا مرحبا. الوغ الوغ بارابور هير جو فو ريميرسي بارابور فوت كونساي. ميرسي بوكو. الوغ جي دو اوتر كيستيون سي فو لو بيرميتي. ان شاء الله. سي بارابور ا فرير. الوغ c'est moi qui l'ai éduqué, l'ai pris en charge, etc. Mm-hmm. Et puis, pendant cette année, j'ai trouvé un boulot ailleurs, donc à Rabat, et donc je ne peux plus l'accompagner. Mm-hmm. Et je reçois des informations comme quoi il lâche, il ne travaille plus, il a des notes catastrophiques, je ne sais pas du tout comment me comporter. Il s'habitue beaucoup à moi, etc. Alors, moi qui travaille avec lui, quand on a les devoirs, etc. Aujourd'hui, je suis loin, je ne sais pas comment me comporter. Mmh. Voilà, alors ça c'est la première question. Deuxième question, s'il vous plaît, docteur Drivi. Je n'arrive pas du tout à trouver l'équilibre entre gentillesse, sympathie et un problème de personnalité. Parce que je suis jugée comme étant quelqu'un qui n'a pas de personnalité à cause de ma gentillesse, à cause de ma sympathie, à cause de mon empathie. Je me mets à la place des gens. Tellement je me mets à la place des gens qu'on me juge que je n'ai pas de personnalité. Je ne sais pas trouver cet équilibre. Est-ce que je dois être ferme? Est-ce que je ne dois pas me mettre à la place des gens? Ou alors laisser les gens penser ce qu'ils veulent et puis voilà, et puis me comporter comme bon me semble. Une dernière question. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui demande ma main et qui me demande de mettre le voile. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois accepter, sachant que je ne suis pas convaincue pour le moment, ou je laisse tomber? C'est sa condition. Soit tu mets le voile, soit on se marie pas. Je suis très convaincue par la personne, mais c'est la seule condition qu'il me pose. Voilà, je vais tout. Merci, docteur Drivi. Merci beaucoup. مرحبا لاله. مرحبا. باش نبداو بروفيسور بالاخ ديالها. بعدا فيها هي شخصيتها. الشخص اللي ناضج بحال واحد الفاكهه وصلت وقتها، ما عطيش راه حمراره باينه، كتحط عليه يدك كتطيح لك في يدك. فريز حمر باين كتمشي كتقطفو. الشخصيه راه كذلك كتنضج عندها وقتها. راه كاين 19 عام تنضج الشخصيه ديالو، كاين اللي 30 عام باقا ما نضجش. شنو كنديروا؟ لا سيمولاسيون.
سي بيان سيغ هو تيلعب الانسان واحد الدور كيلبس واحد الباس سيريو كيشري واحد السياره وتي يقوم بواحد التمثيل كيهضر بواحد الصوت شويه بحال هكا الوقيته اللي كيتحط في موقف كاع هذاك التمثيل كله كيطير كتجي نفسه اللي باقا ما رجعش وكتبقى تفيبري راه هو اللي الباحثون عليه فهذيك السيده اللي امها وباها كيجيو يقيسوا لها في حويجاتها وكذا شنو قلنا لها قلنا لها ils sont en train de révéler le niveau de déstructuration اللي مازال عندها في البنيه se débarrasser نزول الشخص اللي كي يفعل فيا البنيه المنهاره اللي فيا نزوله ونحيدو من المحيط ديالي راه غير تهنيت مؤقتا انا غادي نجي واحد اخر الفلاسفه الفرنسيين تيقول لك سي بيان دو تروفي كالكان افيك كي فروتي سون سيرفو الى جاو الناس عجبوك كاك وصلوا شوف الجمله تيقول لك قلب على شي واحد تحك معاه مخك يعني لقيت شي واحد عنده قوه في المخ وعنده قوه في الفكر ما ندوش على المخ يعني الاورغان ندوي على الطاقه الفكريه الانرجي حنا في العالم العربي باقي عندنا هذيك المقوله تاع هذاك الشخص الله يسمح ليه اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطفها تخي كيتبهوا بها في التاريخ ملي كنقراك المرض واحد كيخاطب الناس كيقول لهم اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطفها يعني غادي ننزل عليكم بالسيف ونحيد لكم رؤوسكم بهذا العرب باش بقاو دائما لور لور انهم اللي كيتحطوا قدام شي امر كيغلب عليهم ماشي كيتواضعوا ويقولوا ما عرفناش الأنافة والنجاسة أنافة قالك فيه النفس ما تيرضعش كيتسلف من أمريكا يطقطق راسه دير الجل زيت العود جي هنا دور حداه دير لي شي نيميرو قفل رجلك اللورانيين عاود قداميين كتعرف الفرنسي تعرف الانجلي مزيان يلا شد صف فهنا فين فالحين فهنا بنتي ميسون سي بيان دافوار لي روسيت عندي كذا بغيت كذا عندي كذا سي بيان ولكن ما حدي انا تنفيبري دابا انا هنا ميسون انا كنفيبري في الخدمه تفيبري كتسمع شي واحد دو عليك تفيبري تلاحظوا عليك تفيبري خوها في الدار ليه في مكناس وهي في الرباط ما تيقراش تفيبري جا واحد تقدم ليها عجباته وعجبها قال ليها شرط بدات تفيبري دابا عرف اختي سناء شحال نعم تتعرفيني كنفيبري انا قدامك تنبان لك تنفيبري علاش ما كنفيبري علاه وصلنا لهادشي توصلني انا ما عنديش 80 عام ولا 90 عام مثلا ولكن في مخي عندي 100,000 عام علاش ما كنفيبريش علاش لان كاين واحد الحاجه سميتها الحقيقه ربي طلعنا لواحد الجبل ودورنا راسنا وقلنا شوف تلفتنا شفنا واحد الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الان عرفت الحقيقه قال لي ما برهانك قال لي رايت ملي قال رايت يعني كتعني في المنام رايت عرش ربي بارزه ورأيت الملائكة تصف الناس صفا ورأيت يوم الحساب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقد عرفت فالزم الآن وقد عرفت فالزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أين تكمن قوة المؤمن في جيبه في سيفه
أم في عقله ونفسه؟ أين تكمن قوة المؤمن؟ فذهب المجتمع الإسلامي بأسره إلى قوة الجيب والسيف، مشاو وأعدوا لهم ما استطعتم من كذا وكذا لترهبوا به. عجبتهم هذه، عجبتهم. أكبر بلدان في العالم في التسلح هم العالم العربي، عديان بعضهم البعض، الملايير تصرف في السلاح. ملي كتوجد سلاح لابد من واحد خصك تستعمله، لأن كيبداو يحكوك يديك، عندك سلاح الذخيرة عندك سلاح عندك الذخيرة ونخليو عام ستوقي، ولا بد ما خصنا نمشيو نطردو شوية حتى كيفرجوا على فروا في نفوسهم. أما القوة الحقيقية فين تكمن؟ تكمن في الفكر والنفس. النفس ما كيعرفها حد، كيعرفها خالقها الله أنت. فأنت كتشوف هي هاد السيدة، هاد السيدة ميسون، ما هيش هي اللي ولدت ذاك السيد ذاك خوها. واش واحد جا دفع معك الطوموبيل وشوي ويخلص من جيبه باش يصلح لك الموتور يعقل؟ اش تشري الله يخليك، عافا اختي لله، عافاك دفعي معي الموتور، دفع معي الطوموبيل، دفع 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 اختي الله يخليك، راني عندي واحد 2000 درهم وخصني نكمل نجي خلصي معايا. ها لا اشتري ولدها، ولدهم وراه خوها اللي ولدوه حتى يموتوا امي وبا ويكون يتيم. ديك ساحة اخرى، لانه حنا فين كان كنفزعوا القضيه، ما كنخليو اللي تقول خدمته ما كنتحملوا المسؤوليه كامله، محسوب على موبا هما اللي ولدوه. ما جاوش تشاوروا معاه قالوا ليها عفاك حبيبه حنا غنحملوا واش انت موافقه، حيت حنا ما قادريش نربيو ومعولين عليك. وديك الساعه هي تقول لهم بلاتي نعيط لعمي الدريبي وتستريفون تقول لي عافاك راه ماما وبابا راهم باقيين ما جا عاشروش بعضهم البعض، راهم صايمين لان ما كاينش الفاني، ما كاينش ستيغيلي، ما كاينش، حنا مازال عايشين في الغابه. وقالوا لي عافاك عمي واش الى حملوا وولدوه وراه عولين عليا اش نقول لهم؟ غنقول لها زي حوايجك وهربي. فلاحظتي تتبقى في مقام الاخت مش عادي دويتي. هذا هو مقام الخصاص بالنفس، لان الى نجحت انا علاش كيقول لنا الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ها احب وخير شكون هو؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله. الا كنت قوي وانا نسلكت وانا قوي راه يمكن لي نساعد. وما حنا في العالم العربي هذا مدقدق، مساعد واحد مدقدق، جوج مدقدقين مساعدين واحد ثالث مدقدق، كانه الى نجحنا لعنا. ثم شخص كيقول لك مقتنع بيا، شخص كيقول لي ها مقتنع بيك، ملي مقتنع بيا اش بغيت تبدلني؟ اش بغيت تبدلني؟ واحد مشال الكاباري وحده طالعتها تشطح كلها عريان، عجباتو عجباتو قال بغيت نزوجك بشرط ديري حجاب. هذا بعقله هذا. هي لو وافقات جوج حوايج، يا اما تلاقات مع الامام مالك وغتوب على يده، تلاقات الامام مالك جاب لي ربي الامام مالك، والامام مالك عمر ما يدخل بعدا تما يشوفها، يا اما تلاقى بشي واحد من الصالحين ما يدخلش تما، يا اما غتشوف شحال عنده في الجيب وغتقول راه نديرو واحد المخروق باش نخو هذاك الجيب. تا كدوز واحد 4 سنين كدوز 10، واحد جاي عندي عنده 76 عام تيبكي، خضراتني استاذ خضراتني شكون هي؟ وتلاقيتها في واحد البار ودرت فيها خير وتزوجتها ودرت لها الدار. قلت لي شحال الفرق بيناتكم؟ 22 عام. قلت لي عطاتك الشبابيه وخدات منك الفليسات، لقيت اللي تقاد لك الجهد، قلت لك الله يعاونك عمي. قال لي راه رمات لي الدري. قلت لي هذه طلعت معلمه كاع. قلت لي على ولد عمي ملي كنبغيو نمشيو نشريو شي سلعه ما كنفهموش فيها كنديو شي معلم، دابا راه غنمشي نشري طوموبيل وعندي نسيبي الله يحفظه كيف فهم الطوموبيل، غنمشي انا بوحدي كندي معايا، باغي نمشي نتقدى في دكاله، باغي نمشي نشري ارض بقعه ما نعيطش لابني عمي دكالي تما كنعرفهم نقول لهم معايا، باغي تشري زيت العود كتدي معك المعلم زيت العود، باغي تتزوجي تتمشي بوحدك ايوا طلع على راسك. هنا بنتي ميسون هاد الرعدان دواو فيها في الخدمه تتفيبري، خوها وصلتها اخبار تتفيبري، جا واحد عجبها ودوا فيها تتفيبري،
وتا قبل ما نفكر في خويا وقبل ما نفكر في هذا اللي جاي يخطب وقبل ما نفكر في الخدمه وندوي على راسي نقول مالي انا تنفيبري علاش كيف يبي الواحد لانه باغي يرضي وشكون اللي باغي يرضي اللي مازال باغي يتحب هو الحباب حتى اللي كيتحب الواحد اقصاه 12 سنه اقصى مدى 12 عام ما كيعنيش 13 عام راه غنحبش ولدي وبنتي لا ولكن المحبه ديال 13 ماشي المحبه ديال 12 في 12 كنتي كتعنق في 11 كتعنق في 9 و10 كتعنق وتراري بيه وتضحك بيه وتقول ليه مال حبيبه ومال خاطر بنتي ومال خاطر ولدي في 13 جمع راسك شكات بكي مالك شو وقع لك دارت فيه المعلمه قالت لي الجواب ديالك ايوا ولدي ما تقنتيش الجواب دارت فيك بغيتي نقول لك سير تقول شغلك واش تقول لك تبارك الله عليك وما تبقاش عطالة تبارك الله عليك حنا عندنا خضره فوق طعام حتى كتربى فيك انا دابا متعمم ملي كيخرجوا النتائج ديال من راديو من حنا كنشدوهم ونديروهم السيرو ونشربوا فيهم وتنطلعوا النتائج اللي جايه هذيك صافي حقناها وظهرنا وحنا باغيين له ملي شي واحد يقول لنا شي حاجه مزيانه كنقول الله يجزيك بخير وحنا اش كنقلبوا وتنقلبوا الحاجه اللي ما تنطقلوش نتقنوا وتنقلبوا الحاجه اللي ما نعرفوش نزيدوا نعرفوا وتنقلبوا الحاجه اللي ما قادش علينا نقدوا عليها اما الحاجه اللي ما قادنا ديالنا هذيك علاش حنايا الحاجه اللي ديالك تيجي مضحك فيها الواحد كتفرح وافرح ملي ماشي ما تعرفش ليها ويجي يقول لك ما كتعرفش تما قول اواه وكندير نعرف واحد السيد جاني مكتب استاذ الله يخليك كيفاش كتقرا قلت له 5000 درهم كنصرفها في الشهر وهو كان عندي امكانيه اكثر نصرف 50000 درهم في الشهر قلت لهم ما عندكم كتخليوه 5000 درهم تشريوها كتب وتشريوها برامج تشريوها مسائل كتخليوها 5000 درهم في الشهر تخليوها كتشريو بها بارطما في شي قنت كتمشيو تدوزو بها العطله عند سباغنيول كتمشيو تشمشو عند معفين ايوا مخكم خليو الميريكان تصيفط لكم السوفتوير اذا سمحتوا مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشره نواصلوا باقي المكالمات اللي كنتوصلوا بها يوميا في برنامج بكل وضوح مازال لقاء مازال تواصل كيجمعنا بكم دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم برنامج بكل وضوح غادي نواصلوا باقي المكالمات اللي كنتوصلوا بها دائما على 0522 46 52 51 52 او 0522 43 00 09 معنا مكالمه من زاكوره معنا يوسف على الخط الو وعليكم السلام ورحمه الله اختي سناء كي دايره لاباس عليك الله يبارك فيك شكرا لك يوسف كي داير السيد الدكتور لاباس سيدي يوسف مرحبا بك كي داير لاباس عليك لاباس كاين شي برد في زاكوره شويه تبارك الله تبارك الله مرحبا بك نشكركم سيدي على هذا البرامج لا شكرا على واجب سي يوسف مرحبا بك خويا نشكركم على هذا الاذاعه مرحبا مرحبا سي يوسف نعم تفضل تفضل خويا انا خويا قد تلفت الابتدائي وصافي خرجت ما تنقراش وشويه تمشي تنلعب الكره ياك ودابا لقات فيا الكره تنبغي كره القدم وحتى لواحد الدرجه ما نعاودش ليك بغيت اخويا تعطيني شي حل شحال في عمرك سي يوسف؟ في عمري 19 سنه كتلعب مزيان هي شويه لا باس لا واش مزيان ولا شويه شويه المهم هي تلعب يعني اش كيقول لك الفريق اللي كتلعب معاهم كيقول لك انت فين بعدا كتلعب في الهجوم في الدفاع فين كتلعب تلعب في الهجوم اخويا وكتماركي وكل شيء غادي مزيان وما حاولتيش تعرض نفسك على شي نادي من الانديه اللي موجوده في المغرب وما لقيتش اخويا الانسان بني ما لقيتش المهم بغيت ولكن ما لقيتش كيفاش كاين تما الانديه اللي قرب لكم غتشوف تراسل الناس ديال اكادير تراسل الانديه المغربيه كامله انا تنعرف واحد الوليد بحالك تيلعب في العمر ديالك هكا تقريبا 18 عام 19 عام راسل انديه وعيطوا ليه جربوه لقاو في المستوى داروا معاه تعاقد خلاه معاهم فولدي غدير واحد الصوره ودير واحد السيره ذاتيه وتكون هذوك الجمعيات الرياضيه اللي لعبتي معاهم يعطوك واحد الزكيات بالرسائل وغتاخذ البريد الالكتروني ديال العديد من الانديه لان النادي ديال الكره راه محتاج
الناس اللي غادي يعمروا عليه الفريق. راه ملي كيجيب هو اللعابه النادي ملي كيجيبهم راه كيجيبهم من التلاميذ والطلبه ديال المدارس، كيجيبهم من الفرق هاد الاحياء الشعبيه. هكا انا كنعرف، قلت لك ولد الحي الشعبي هكا سقط الخبر، قال لي با راه ولدي وصل كذا كذا. قلت له لي ارسل. مشى الوليد واحد السيبر صيب السي في ديالو تصويرته كذا كذا، وكيكتب بالعربيه بسيطه لساعه الرئيس الجمعيه الرياضيه. تجاوب واحد قال اجي نجربك. ملي جربوك صيف دابا تا هو يتشجع. فوالا الا كانت ما خصوش يبقى يقول هذيك شويه، لا خص تعرف المستوى ديالك واش معلم توسط شويه. الا قلتي شويه وانت معلم راه يقدرش واحد شي نهار يسولك على التليفون يقول لك واش انت مزيان، تقول شويه يقول لك تنعيط لك. اقول اسيدي المستوى ديالك كتعرفو مزيان اسيدي، واحد يثق في القدره ديالك، يثق في القدره ديالك. الناس كيقولوا لك راك معلم وكتمارس وعندك رصيد، اسيدي راه معلم صافي. نتمنوا لي التوفيق ان شاء الله ونواصلوا باقي المكالمات. فاطمة الزهراء من سلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله لالا بارك الله فيك، كي دايره لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك. امالك الحمد دكتور. انا اللي كنت اتصلت بك نهار السبت على وديت، انا عندي مشكل مع جوزتي. ايه عرفتك انت اللي مشيتي درتي بوحدك الدار وعندك مشكل مع باك. ايه قلت لك تشدي السروال القندريسي وشمري وسري طيبي وصيقي وسكتي. ايه وديريها مره وجوج وثلاثه ماشي غير مره. لا دكتور هذاك هو المشكل، انا قلت ما كتخلينيش ندخل الكوزينه وما كتخلينيش نبقى في الدار. ايوا بقاي انت يا باركه حتى تغفليها وطلعي للسطح وشدي واحد الزربيه ونشريها ليها. واخا كندير فاش كندير شي حاجه كتقول لي علاش ما تشاورتيش معايا، وفاش كنتشاور معاك كتقول لي لا ما ديريش. قول ديري وخليها تغوت عليك. دابا النصيحه الله يجازيك بخير دكتور اللي بغيت منك على ودي راجلي، ان راجلي دابا ما بين النارين، ما عرفتش دابا ما بغيش هو يدي الشخص ديال امو على وديتي انا، وما بغيش انا يتخلى عليك ومظالمني، ما بغاش. المهم دابا هو ما بين النارين، بغيتك نصيحه لهذا على ودي راجلي. شوف بنتي ما تحطيش راسك في واحد الوضعيه اللي تخلق لكم المشاكل بالمجان. هاد السيده سدات لك معروف، راه قلتها لك هذيك المواطن عاود لك سدات لك معروف، لقيتي فيها الخير ما لقيتيهش في باك. باش نجيك بنتي من الاخر، باك كان مزيرك كارزك خانقك، لربما انت درتي هاد العرس غا بالون سكور شديتي فيه باش هربتي. هاد السيدة زدات لك المعروف، ملي تيسدي لنا شي واحد معروف كيوصي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك كافئوه، ما معنى المكافأة؟ اشتروا ليه كادو. خواتم النقرة موجودين، لي زور موجودين، الشراب الموجودين، واش عباد الله تدخل عند 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 حبابك ما دي دي شري شربيل شري شي بسيط. وملي تتزور واحد جدك، لكن عندي جدي الله يرحمه عنده حانوت في الجوطية، ملي نمشي نص ساعة الأولى ويغوت عليا، تا مالك جايني في هذا الوقت؟ واخا باسي، وتا مالك سيغسل يدك بعدا وتاكل لك حموم، سيغسل، تقعد كل ساعة، تا صافي تيطحني، تا مشيت تنبرك في واحد القنيط وحني راسي، وهاكا واحد الريال سيجيب واحد جوج فنجات. احنا غنبداو تشد كريه نضرب واحد الججريه نمشي نجيب الشفنجات، تيقول لي ومالو ما طفاشلك، تنقول لي نرجع وكل هذوك وغادي يزيد وحده وسير طفيها. انا غنشد دابا ثلاثه الشفنجات. عمرك شتي حلم لك راسك انك نديرو شفنجه في الخبز؟ عمرك شتي الكاسكروت ديال الفقراء شفنجه في خبز كندوزو بها؟ كناكلوهاش لا كندوزو بها، كنديروها هي الزبده حيت سخونه وفي هذيك البنه كنديرو في الخبز. تفوت هذيك نص ساعة فين جا هادي واجي حدايا، الله اجي وليدي اجي حدايا، ولا اش قريتي اليوم؟ ولا قول لي واك هذا واك دايرين الدار واك داير هادي وهادي، الله يرضي عليك وانت وسير سخر لهذاك جاري تما صايب ليه كذا وهذا، تا كيخدم واحد شوية ويجبد البسطام ديالو ويدور معايا. دوز يومين كنقول صافي تصاحبت معاه، رجع عنده الجوطية عاوتاني نص ساعة يطحني. تا ظنيت في الأول ما تيحبنيش، شنو لقيت؟ لقيت هما طبعهم هكاك، ناس كبار من البادية عاشوا مساكن ظروف قاسية، بالنسبة لهم خص الراجل يضحك وخاص غير ما يضحكش معاه.
الا مسكين كنا كنشوفوا الابتسامه ديالو من الناب ما كيضحكش بفمه كله كيضحك عم جيتنا بحال هكا يخرج لك واحد الناب كنعرفوا احنا جدنا نضحك اش غادي ندير نمشي لهم جدي نقول له جدي بدل راسك مع الوقت لقيتو المحبه الحب اللي كيحبنا ما عمري بقيت نقول اواد هذا السيد كيحبني هذا الحب انا هكا 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 واحد النوبه بدا يعبر عليه مسكين ها وليداتي راه ما تسحبوش راه حنا كاع داك حلف الناس كبار عندهم طريقة ردوا البال من المظاهر دابا هاد السيدة هادي شي مازال فاطمة زهرة كتاكل خطأ مازال هي من جهة ودايرة نسيبتها من جهة نالي شحتات الراجل الوسط وشدات هي الجهة أخرى من هنا وخلات مو جهة أخرى شتي ما حد واحد كيدير معايا بحال هكا كنعرفوني ما فهم والو ما فهم والو راه باقا صغيرة حقيقة مغلومة اش باقا صغيرة فاطمة زهرة ولكن راه ما خصهاش تجي هي من جهة والمرأة من جهة خصها تمشي لعند عند نسيبتها وتبدا تبكي وتقول لها احمدتي انا غلطت ما كانش عليا نمشي ناخذ داري بوحدي ما عرفتش ما عرفتش غلطت دابا هذا الدار ها هي نخليوها هاد الحوايج نخليوهم انا بيا الرضا ديالك خالتي شتي علاش ما تمشيوش نتحطوا ونحلوا لواحد قلبه بحالكم بق تحلوا لي شهد الهين دام زوجة الراجل وعندها إشكالية مع حماتها وهو في الوسط هذا هكا كتفكر القضية هكا بدات علاش فاش تواضعوا علاش دغيا كنشدوا ستاتيو كنبداو نفكروا بلي كالون نفكروا ما عرفاش مابقاوش متواضعين علاش على دابا انايا مثلا مي غضبات مني وعيط لها في التليفون ما جاوبتنيش وصيفطت لخويا باش عندها الدار وقلت لي دوز عليا وقالت لي ما ندوش معاه وتوقفت من القدر غير نمشي لعند امي ونقول لها والله ما حلتي الباب تنبات لك في باب الزنقه هنا ونجبد مانطا من الطوموبيل ونفرش بوها في الباب ونعس والله بغيت شفايت شفاني عند امي غضبانه عليا امي ما مشيت تفك لي تحل امي الباب والله تحل الباب اما بقي ديال الانافه تندوي معاها بالاس ام اس نوع فرونسي الو مامون سا فا كومون تي فا با وي با شو اوكوبي با جو في شيرشي تو جواندر ميرسي هكا حنا تربينا حنا طبعنا يعني كاين واحد الحل مغربي هو اللي كنسميوه الانتيليجونس كولتورال حل مغربي كيعرفوا المغاربه تمشي لعند السيد وتخليها تخليها تكشكش عليها خلي سيبتك تكشكش عليك راها مسكينه شاده في قلبها لربما ما كانتش باغا ولدها يفرق عليها من الدار دارت خير كيف تيقول العربية دارت خير رجلها بو مزوي دابا المرأة راه مزوية قالت شوف أنا مشيت خبص بيدي ومشيت اختاريت ليه البنت وكنظنها غتكون بنتي تكون معايا ويعمروا عليا جات دات الدار وزات دابا علاه هادي بعدا راه خصها بعدا خصها حساب هادي ما شغلناش حنا واش على حق ولا ماشي على حق راه ما داويت أنا في الباب أنا داوي عقلية خصك تجاوب معاها حيت لما جاوبتيش على العقلية نعطيك مثال عرضوك الحباب دوكالا وداروا طاجين ما كليتيش دوكالا كيعجبو الحال يغضب يتخاصم معاك بقى في الحال يقول لك درت الماكله في داري جيت عندي انت يدك بزاف طعام وتخيل دابا انت شبعان واكله كيقول لك ما كليتيش وكل عم يدك بحال هكا بقى دير خوص مرق وهدر معاهم الله عسيدي وكعاد واخا ما تاكلش عاود عندك في مرقه وقعد تحرك يدك هما تياكلوا وانت ما يدك ومرا كيقش عليك ما كتاكلش بس كيعرفوا كتوكل وكتبدا تعاود النكته وتضحك وكذا وهذا ومراه هزت غيمه ودارها فيهم بقات تنضغ فيها وهضر الله عسيدي وكعطا وقولها وعاودها وضحك يعطوك الروح تاعها ما عطاها لك قلت لكم على العرس ديال حباب الشلوح الشلوح الاصليين يكونوا داي العرس كيتسنى العريس يجي يقطع الخبز والله لا كلا ما رجعش يقطع الخبز خاصه الا كانوا فاميلتو مازال كانوا ضياف راه كيقطعوا راسهم من الفاميله ديالو وتبقى داك اللحم تم وبقى الخبز تم كيدور على الطبله بالطبله قطع مرحبا سيدي قطع مرحبا سيدي تخيل ما تقطعش لي لهذا لما عرفتش عقليه الشلوح بغيتي الشلوح يحبوك انت العربي ولا انت هي عربيه وتناسبتي مع الشلوح تعلمي شلح شتي نسيبتك تجي عندك شلحه وانت هي عربيه ودخل عندك الدار وتدوي معاها في الشلحه دير فيك ها اوه علاش منهم متواضعين ومعلمين هما لا دراوش
إذا نواصل باقي المكالمات معنا فوزية من مراكش. للأسف انقطع الخط. فوزية ناخذ ابتسام من قنيطرة، نتمنى أن فوزية ترجع تواصل معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله لا بروفيسور، أنا اللي كنت عيطت لكم البارحة فسقطت علي الخط. مرحبا بك. الله يبارك فيك بروفيسور. أنا يا جو سوي ان بروميير اني ماستر كوم جو تافي دي، و اون فات انا صافي 2 ans دابا باش خديت لا ليسونس، ودابا فاش طلعت جو كندير لا نافيت وكان ان اوتر سيستيم ديال القرايه، جي تروفي دي كومبليكاسيون. هاد لوتر سيستيم، وصفي لي هاد لوتر سيستيم. لوتر سيستيم بحال دابا حنا في لا ليسونس كنا كانوا كيعطيونا دي كور، كانوا كيعطيونا منين ناخذوا دي ريفيرونس، مي دابا لا، دابا يا جوست باغ اكزومبل دي نوت ما كيكونوش دي كور كاملين. يعني سي نو كون دو فير لو ترافاي ديال لو بروفيسور، فير دي ريشيرش، فير دي اكسبوزي، فير دي اكسيرسيس، شحال من حاجه. يعني انا فيو كو جلست هذيك لي 2 زون فاش نطلع ثاني بغيت نكمل القرايه، لقيت دي كومبليكاسيون في لا ميثود ديال القرايه، في شحال من حاجه. يعني جو سوي با ادابتي مع هذا الشيء. ابتسام، ما عندكش السوفل؟ سي عندي السوفل نورمالمون، انا عندي السوفل. السفل ديال الرياضة ولا السفل ديال جميع المعلومات؟ جوج. كيفاش ملي تنبغي انا نكتب مقال ديال صفحة، مقال فيه 3540 كاركتر ياك، كيخصني ليه جوج لينات. داكوغ. تخيل دابا صفحة، بنتي كنقول صفحة، خاصني ليها جوج لينات. كنصيب الوسخ الأول والوسخ الثاني، ونهز من الوسخ الاول والوسخ الثاني وندير كوبي نقيه، ونقرا الكوبي نقيه ونحطها وما تعجبنيش، ونمشي نعاود نزيد نبحث ونقاد ليلتين باش تخرج واحد المقال فيه صفحه. يعني الا كنت انا كنكتب مقال كل اسبوع، خاصني جوج ليلات لكل اسبوع، وهاد جوج ليلات راه فيهم غادي ندير خدمة المكتب، وغندير الخدمة ديال داري مع ولادي، وغندير الخدمة ديالي مع نفسي، وغندير الخدمة ديال الإذاعة، وخصني نجيب لها جوج ليلات. إذا هذوك جوج ليلات ما كيتجمعوش ليا مقادين، شنو تندير؟ كنقسمهم سوايع. نهار اثنين كناخد ساعتين، نهار ثلاث كناخد ساعتين، نهار الأربعاء كناخد ثلاث سوايع، نهار الخميس كناخد ساعتين. خاصني في نهاية الأسبوع يتجمع مجمع جوج ليلات. فشنو هو النفس؟ أن الوقت اللي كنحط الفكرة في الدماغ ديالي وتنخدم بالأدوات بالأوتي تكنولوجيك ديال الانتليجونس تكنولوجيك ديال الانفورماتيك، تنحط دي زوتي، من الوقت اللي كنحط الفكرة وأنا واخا كندير هادي وهادي وهادي وهادي، واحد البلاصة في العقل ديالي شدها، بحالك شدها، كنكون تنشتغل كمستشار مع المقاولات، تيكون شي أمر اللي تيطول خصوص شهور عام عامين ديال الخدمة. ملي تندخل في واحد الفريق في المقاولة كنلقى فريق موجود، اون ايكيب ديال الموظفين، ناس كاين فريق، اش كنقول لهم؟ تنقول بلا خليكم، سواء عندنا شي حاجة غنقضيوها ولا شي حاجة ما نقضيوهاش، خصنا نتلاقاو مرة في الأسبوع نديروا اجتماع ديالنا. واخا بروفيسور الا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع نوين مع اخبار السابعه مساء رفقة طارق بشلام، ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح. تفضل بروفيسور نصيحتك نكملوا مع ابتسام. ابتسام خصك ليميرسيون، العمل ديالي في الاعلام علمني واحد الحاله سميتها الجديه. ما كنتفرجش في ماتشات الكره، ما تنسهرش بزاف، تنفيق بكري 4 الصباح 3 الصباح 2 الصباح نايض، الا ما خدمتش 4 5 السوايع في النهار ديال القرايه يضرني راسي. 24 ساعه على 24 ساعه بما فيه السبت والحد، ما تنتكلم غير في المواضيع اللي فيها الفائده وتنسد فمي، ما كنجلس غير مع اللي راسو يفيدني ولا نجلس بوحدي، ما كنجمعش في القهاوي، ما كنلعبش الكارطه، ما كنضيعش الوقت، ما والو.
سيدنا علي تيقول لك العلم آتيه كلك يعطيك بعضه. واش بنيت انا اللي كبر منك في السن ولا جيت نحسب شحال قريت ما نقدرش نحسب ومازال مشمر. بغيتي يا بنيتي السلكي انتيا كتقري ساعتين ثلاث سوايع في النهار. يكون البعد ولا يكون القرب كاين تران. غادة من الدار المحطة تتقري في الطاكسي، وصلتي المحطة تتقري في المحطة، ركبتي في التران تتقري في التران. الدماغ ديالك القراية ما كتفكريش في شي حاجة أخرى، ما تنفكروش واش شي واحد صيفط ليا شي حاجة في المير فيسبوك ولا ما صيفط لياش، واش شي واحد دار ليا اللينك ولا ما دارش ليا اللينك، واش شي واحد دار البوز ولا ما دارش البوز، واش شي واحد صيفط ليا الاس ام اس، واش ما عندناش تفرق الحاجة واحد. وترا خصك مخ كله تتهز وتلوح في القراية. وفي خبارك ناس صحابي يجيو عندي المكتب بلا موعد كنخسر عليهم التحية السلام عليكم ودايزي مازال نسلموا عليك انتما سلمتوا وبغينا نعمل شي يشربوا كازات. لا اللي بغى يتقلق يشرب بحر. بغيتي تجي لعندي خصك موعد، وملي تيجي عندي واحد بالموعد كتعمر ليه واحد لافيش في اربع صفحات. ما بغاش يعمر دوك اربع صفحات ما نجلسش معاه، ماشي ما غنجلسش عاد نسولو سميتو سميت باه امو والمشاكل اللي عاش وترا جلسوا مع الناس ديولي ما بغاهمش ما معجبهمش كنقول لهم شي فحال خصني نقرا لنا الملف تقرا لك الاسئله دي. دخل سيدي بسم الله سؤال 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 الدري قشعل البنيه السلام عليكم غندير معك هذا صيفط لي الدوفيس لا الدوفي عطانا الفلوس نخدمو خدمه. شتي باش تنجح كاين قواعد النجاح. الحرمان هي القاعده الاولى، التعب، المثابره، المصاحبه، خصك ترافق الناجحين. ما تنعرف غير القضاة، رؤساء المحاكم، المحامون، الدكاترة، الباحثين، هادو هما الأصدقاء، هادو المعرفة عندي. العلماء، الفقهاء، حاملي كتاب الله، هادو هما المعرفة عندي. الفنانة أستاذ نعمان الحلو حبيبي صديقي. السي حسن الفد حبيبي صديقي، الفنانة كنجلس كنجلس أنا السي حسن كان هو تيبدع وأنا كنتفوج أنا كنذكر هو تيفوج. نص ساعة كنتبوسو بعاون نعاون. ما يمكنش نعطيهم مخا شي واحد يوسطو ليا. شي كنقول بالك في قهوة كنحط برادتي كنشرب برادتي طب بجنبي طبلة كيدو مع صاحبه كيدخلوا في شي موضوع بحكم انه ودني مفتوحة كيوصل لي الهضرة كنهز برادي كنحيد تمشي شي قندخر يشعل واحد قارو حدا يوصل لي النيف يخنقني حيد بحالي زي بحال. محفظتي عمرك توبة السيارة عمرك توبة ندوز نمشي للمكتبة نسد عليا واحد النهار مولا الدار تطلع عليها الزعف خلاتها كتقدى يد الدراري بات واحد المكتب وندخل قال ما قلت لهاش المكتب خرجت السيده مع الدراري كتقلب على راجلها قال ما لقات الراجل مشات السكينه بكره واحد الجرده وترى نسيت راسي بقيت نشرب على السويعه نجي خارج ميكا قلت لها كنسايني يا قالت لي لا ما كنساينكش كنسايعه كنساين عب وحدي يا خويا انت فين مشيت وبانوا لي الكتوبه هو يا خويا اخبرني قلت له راس حط راسي خبرتك دابا الناس باغيين يقراو ويتفرجوا في عرب ايدل ويتابعوا الاس ام اس عرب ايدل ويديروا الريجيم وما يغلاضوش حنا كنغلاضوا باش نقراو ما بغيت نقابل اللي ضربوا مني ما نقراش نولي عفتي طابلت شوكولا هنا وبليد والله ما نطبز لتحت ويبقى المشكله مخي هنا ما باغيش يعرقوا. اللي كتقول لك انا نوت سيستم ما وصفات ليا السيستم هي سماتو سيستم كان سيستم ماذا موصفتي سيستم ستدير عنده إن أورغانيزاسيون كان قالت لك دي نوت شنو المحتوى ديالهم فيغ كان ديريكتيف كيمشيو على ما كاينش طلبة قراو العام اللي فات في هاد البلاصة هادي قلب عليهم واحد بواحد مشي نغديهم كنا نمشيو في الحي الجامعي تنديرو بحال هكا نقلبو على الطبلة الخاوية كيبلك واحد بين واحد طالب قراعي بالك واحد الطبلة نمشي برك وحده كيتغدى هو حنا بركي نتغدى كيكمل كيبغي يهز البلاطو تاعو نقول لا خلينا نهزو لك كنهز ديال البلاطو تاعو ندير البلاص نضار كيمشي للمكتبه كنبرك حداه تخيل كيبغي يمشي يجيب شي قهوه تقول لا جيب لك
كنمشي نتسخر نجيب لي قرنطاح لا طالب بحال بحال ولانه راه عارف علاش انا قاني راه معلم في هذيك الماده معلم في الالغوريثم كيبقى بارد حدا كيشوفني كنتسخر ليه كنجيب ليه قهوه مريح حدا تيقول لي واش خصك شي كود ما في حاجه كنقول له ودي في هذيك الماده ديالك انت تيقول لي فين جاتك الصعوبه تنقول لي في هذه طان 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 واحد النوبه كاينه واحد دكتوره بولونيز كدير الميناج في واحد الحي جميل خطيره في الالغوريثم عندنا بروبليم ديال الالغوريثم ديال التسطيع حصلنا فيه مشينا كنبريو عليها كنبريو عليها اش قالت لينا تعطوني القدر القد علاش لاني كتخدم باش توفر وحنا طالب ملي غنجيبو دوك الريالات وتفارضنا حتى شحال تكون فرام خمسه راه انت جوج راه ثلاثه وجمعنا هذوك هاك وبقاو تجيونا مع السبعه ونخدم معاكم واحد نتايا في اسبانيا وكتسمعوا في بلجيكا راه ديال المحاضره نوض مع الصباح دير ستوب عندكش فلوس سير بالستوب تموت بالبرد وبالجوع تتوصل البلاصه اللي فيها السيمينار كتلقى في السيمينار بيون خصك تخلص عندك يا اما تخلص وما ترجعش في ترجع ستوب ولا ما تحضرش الا تنخلص ما عندناش باش نرجع تدخل تريح كتشري انت التيكي كتدخل ايوا بتعمي انا اللي جاي في ستوب وخلص باش حضرت اش غادي ندير ليه دابا هذاك غنزقلو وموجد ليه مليون سؤال تخيل واحد النهار ويقول لي راه هاد الاسئله غنجاوبو عليها في السيمينار الاخر قلت ليه ما نقدرش ويشوف كيف قلت لي علاش قلت لي راه ما جيت غير بالجوع وبالستوب وكملوا هاد السكرتاريه ديالك قال لك خلص وحنا خلصنا راه ما عادش نرجعو ودرع عند السكرتاريه قال ردوا ليهم فلوسهم وهادو ياكلوا في السيمينار فابور على ود هاد الاسئله اللي كيطرحوا قال ليها حنا نخلصوهم واش تاك تصحاب القرايه شنو بارك شاد فرفارك لي ماتيزو كيضرفك وغتقرا والله انا ما عرقتي عليها ومتي عليها وفقتي في الفجر عليها وجعتي عليها فخباركم بان اخر دراسه امريكيه وغندو على شهر السبت اكتشفت هاد الجامعه الامريكيه بان السمنه وكثره اللحم وكثره الفاست فود من الاسباب ديال الصعوبه الدراسيه عند الاطفال في امريكا كي غيدير الواحد يقرا هو دار ما عرف شنو ديال اللحم كي غيدير يقرا هو بيت اللي كله كيتفرج الافلام ديال الخوال خاوي والله لما كان الفيلم ستيديوم ولا ما تفرجش فيه البرنامج تخيل كندير واحد الرياضه المخي بزز كنمشي نشوف البرامج الخايبه في العالم العربي علاش باش نعذب دماغي باش تنشوف المستوى بزز عليا كندير هكا برنامج حواري في هاد القناه ديال القنت تعذب وكنطلع شو كنمشي لدوله اخرى ندير برامجها ونجي للبلاد ديالي السعيده وكان ناري الاعلامات حنا ما تبقى في مستوى فين ملي كنجي للمغرب بحال لان كنتفرج في بلعاني جاش من عندنا والو ملي تنشوف المستوى كنقول والحمد لله بقى البلاد ما يوصلوا لنا متعام جري لان خصني نعرف شكون اللي قدامي وشكون اللي ورايا وشكون اللي جنبي كل ستاسيون في الاذاعه كنصنت ليها كل محلل تنتبعو كل مفكر تنتبعو نقرا عليه كنعرف ليهم البنيه الفكريه واحد واحد وحده بوحده ما نخليش ولد المراه يفوتني ولا يحق ليا واخا تكون مولده واقف علاش لان نفسنا قح حنا مربي على حاله بنتنا هذه اذا كان واحد فارس في شغله وراه حنا فرسان في شغلنا الا حنا اللي ما جبناها مين جبتنا تقاري حامني مين جبناها لان عارفين العلم عند الفقراء ما بغيش اللي هو يضيع ولا خلينا شي حد كنربي ولادنا عليه ونوصي ولاد حبابنا عليه تنقول لهم الى الاغنياء مشاو للمال ولا هما عمروا ساحه المال ولا اصحاب النفوذ شدوا بلاصه الجاه كنقولوا الفقراء الدراوش شدوا العلم عمروا في العلم راه غيحلو لكم الراس. إذن مستمعينا معنا فاصل على نقصير ونرجع نوصلوا برنامج بكل وضوح. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. بروفيسور غادي نوصلوا باقي المكالمات وغادي نكملوا معنا نزهة من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك بروفيسور لاباس؟ مرحبا لاله نزهة.
الحمد لله سمع عليك الخير. ما تصورش صليت وطلبت الله وقلت يا ربي دير لي تاويت الخير وشدت لي المكالمة. مرحبا اختي حباك الله ورسوله. ربما هذا هو التاويل اللي ربي غيبت لي. لا اله الا الله لا اله. وشوف وقبلي عليها جا جا جاك الله. جاك حلو عسل رضاي جات جات قهوه جات قهوه معصره وشربيها الحمد لله بكل شيء. الله يخليك مع عند سيدي ربي. الله يخليك الله يخليك مرحبا. كل شيء عندنا فيه الخير. واخا تجينا الحاجه واعره غايبه ربما هي في عندنا فيها اجر حيت حنا المغاربه كنسميو النار كنسميوها العافيه. صح النار كتحرق المغاربه سماوها العافيه لانها كتعافي. غير صبر واحد شويه كتحرق واحد لقيتها كتعافي كتنظف الجرح وكتطهرو. مرحبا مرحبا بك بارك الله فيك استاذ. انا عندي ثلاثة البنات الكبيره فيهم شحال في عمرك لنزه؟ عمري 47 عام بخير. قريتهم يعني ما زيت فيهم حتى حاجه درت لهم كل شيء. الكبيره فيهم ديما مع الصبا ديما ملي تنقول لها الطريق تتقول ليها الاخرى. شحال في عمرها؟ دابا عندها 22 عام. وبقى كتوريها الطريق؟ نعم وبقى كتوريها الطريق؟ لا دابا دابا باش نوريك باش ندالك من الاول زعما باش نقول لك من صغرها كانت هكا دايره. المهم قرات دوزت الباك نجحت فيه درت ليها دراسة ايكول سوبيريور. ابخي جو خطبها واحد السيد باها زوجها ما صدقش ذاك الزواج ما كملش. مورا داك الشيء ولات معصبة ولات تبدلت في شخصيتها ولات يعني قاسيت معاها. دخلتها عاود كملت قرايتها خدات لا ليسونس ديالها. قالت لي ما قدنيش لا ليسونس بغيت ندير ماستر. قلت لها ديريه درت ماستر. كنحس بها ما عندهاش شي شخصيه قويه باش انها تقلب مثلا على الخدمه ولا تخدم ولا تواجه الحياه ما كتقدرش. ديما انا كيخص ديما تدفعني ديما ديري معايا هادي ديما انا بغيت ندير هادي ديما. المهم مؤخرا اختها خطبها واحد السيد. هي بعدا ولات اللي جا سيد ويسيها ديما كتصور هذاك السيد الاول اللي كذاب وما مزيانش وهذا الاول اللي كان ما كملش الزواج ديما كتصوره في هذاك اللي جاي تيخطب. ديما لا هذاك فيه شويه منه لا هذاك تيشبه لي لا هذاك تيجيني بحاله لا هذاك. انا ما باغاش نحكر معاها تنقول تيجي اللي هي باغا. ما باغاش نحكر معاها تنقول من اللي يجي اللي هي بغاته هذيك الساعه توكل على الله. مؤخرا خصها تخطبت اللي صغر منها. انسان تا هو عنده ماستر في الدغوا يعني مازال يلاه خدا الماستر ديالو انسان باقي تيقلب على خدمه باقي في هذا. انا كنشوف البنت باغاه وهو باغيها. عرفت عليه بزاف الحوايج زوينين متدين انسان خالوق. قبلنا انا وباها نوضتنا قيامه في الدار. علاش قبلته؟ هذاك ما بدات كتبحث من وراه كتقلب على شي حاجه تلقاها باش تجي تنفي لينا حنا داك الزواج تقول لينا لا هذاك ما يصلحش. قالت لي شي حوايج مشيت سولت عليهم لقيت العكس. مني انا قلت لها شوفي داك الشيء اللي قلتي لي راه كله انا ما لقيتوش. سولت انا وباباك سولت انا بوحدي هذا الشيء راه ما كاينش. وانا كنت انا غنظلم هذا السيد ونظلم هذه البنت كونه مازال ما عندوش خدمه. حنا درنا خطبه مبدئيه بدم السيد وش دراسه لان الناس ديما كتبدا من الصفر. ياك قلت لها حنا مستعدين نتسناو لان البنت باغاه هو باغاها ولقيت فيه شي حوايج زوينين ما يمكن حشومه نضيعهم. لا ما بغيتوش لا ما يجيش عندنا لا ما كنحملوش لا الدريه بحال تتسكن ما تتحملش تسمع الحس ديالو. لا هذاك ما يجيش لا هذاك ما يصحش لاختي لا هذاك ما بغيتوش. تقاطعت مع اختها تقاطعت معايا انا فضلتي علينا فضلتي عليا بنتك كتقول لي ديري الفرزيات. كنقول لها شوفي لك ديري الفرزيات فعلا ديري الفرزيات ولكن راك انت اللي عندك لافونتاج على خوتك راك انت اللي احسن منه بزاف الحوايج اعطيتهم لك لان قلت باش نعوض ليها. بحالاش هاد لافونتاج اللي عطيتهم ليها؟
هي شريت لها الطوموبيل، عندها الطوموبيل، الاخرين ما عندهمش. قريتها هي زعما، درت لها كاع اللي بغات، بغات تقرا في الانسيجي قرات فيه، دارت الماستر عاوتاني تماك، شريت لها الطوموبيل. دابا حاليا كتخدم ولا كتخدمش؟ لا دابا كتخدم غير مع باها، غير كتخدم خدمه ديال تراسها بحريتها. ما اما باش تقول لها دفعي السي في ولا هذا، واخا دفعت، واخا راني غندفع، واخا راني دفعت، واخا مني كنحكر كتقول لي شوفي الخدمه مع الناس تاع التكرفيس، خدمه مع الناس في هذه الخدمه. لا لا زها، الا سمحتي نذكروا شويه ملي كتسردي هذه المعلومات تبين لي واحد الامر بغيتك عارفه اختي تاكديه لي ولا تنفيه. بان في امور التربيه ديال ولادك في شي بلايص استفرتي بوحدك ولادك شي مده. نعم تيتبين لي، قلت لك في التربيه ديال ولادك استفرتي، استفرتي يعني بقيتي في الراديه انت مع بناتك ولادك مده، بحال اللي باهم كان عا كيجيب الفلوس وتيقضي شي حوايج وانت مقابله كل شيء. وهذه واش اختياريه ولا اضطراريه؟ يعني واش اختاريتي انت هذا الامر ولا اضطريتي؟ لا ما اختاريتوش، يعني كان باهم ما قادش ما باغيش. هو هكاك داير، هو تيقول لك انت منك اليوم دبري معاه. الا كاع مني كنحكر معاه وتنقول له دار ودار، تيقول لي صافي دبر راسهم، انا مالي، انا هاد الصداع تدرني في راسي، انا صافي سكتيني. وانت يا ما ساهمتيش بشي شكل من الاشكال باش تخلقات هاد الوضعيه في البيت ديالك؟ بحال اش نساهم انايا كيفاش؟ دابا الام في حبها لولادها من تيكونوا باقيين صغار كتكون بحال واحد اللبيه، بحال واحد اللبوءه، ما تخليش لفلوس صحتهم، ما يتخليش لفلوس صحتهم. شتي هذيك كاينه هذه المساله. بعض الرجال لا تيخاف يدوز صحت ولادو وغير نوضي صداع مع مرته، تيولي خايف كيشد كيدير شبرتيسات يهرب، لان عارف هو لا قرب لهم نوض ليه. دابا شتي فين كتساهم مسكينه الام في هذه الوضعيه؟ ان في حبها لاعمال ولادها كتنوض كتحميهم تتاكي عليهم حتى من باهم. هو لما دخلش في العمليه التربويه راه حتى ذاك الحب اللي هي كتكون فيه غادي يخسر. هاي دابا هي حاصله في الحب ديالها، هي حبات البنت ودارت معاها كذا كيف تحبها. شتي هو الله خلق هذا الامر هكا، جابنا من بانا ومنا، الا سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام جابو من امه الا هو، اما الاخرين لا. دابا هنا راه كيف العلاقه ديال الدري مع باه امه؟ باه سكيري كيشرب، واش باك ولا ماشي باك؟ باك. الا جا نصحك تسمع لي وتسمعش لي، تسمع لي، هذيك الساعه راه في مقام الاب. اللي كيشرب هو الرجل احمد ولد علي، ما بانا ربا بغيت ولا كرهت ربا. دوا معايا شارب ولا دوا معايا ساحر ربا عليا بالاحترام والوقار. وراه كيف هذه القاعده قائمه ما بين الابناء والاباء، راه حتى هي قائمه بين الزوجين. كتجي المراه كطيح في هذا الخطا، كتعبر مقدار الحراره ديال الراجل مع ولاده، راجلها كتعبر الحراره اللي عندها هي مع ولادها، تعبر مقدار الحرارة ديالو مع ولادو. بحال إلا الماء جا بغا يعبر مقدار الحرارة ديالو مع الحرارة ديال النار، كاين شي مجال المقارنة؟ كاين شي مجال المقارنة؟ الماء بنية بوحدها وتركيبة بوحدها، النار تركيبتها بوحدها، اش دخلنا نقارن؟ إذا علاش كتنصب راسك إمام؟ المجتمع الذكوري كينصب الراجل وتينفي مقام المراه، تتولد وتعطيه، ما تهدرش الام، ما عندهاش الاختيار، ما عندهاش الراي في ولادها، خطا. مجتمع نسائي عاوتاني المراه هي كل شيء، الراجل ما يهدرش، خاصه اذا ما كانش شي شخصيه وما عندوش ذكاء وما عندوش. فملي تغلغل الام في واحد الولد في واحد البنت وتيفشل بحال واحد
الطفل معاق وشاده واحد مرة تسعامي كتخرجوا مع الصباح تجيبوا واحد الرامبوان تدوروا في الشارع هو معاق شاده هي تعطيهم الناس الفلوس في العشية تتمشي للدار تتاخذ هي طرف وكتعطيه هو ولا المطرف هذاك الطفل كبر هكاك 7 سنين انا شفت هنا في رامبوان دري صغير من 8 سنين تتزوج شفتو في رامبوان شفتو وحنا قلت لك ليش راه انت عاقل عليك ملي جابتك امك صغيورها فيكتي قديره يا واحد يا انت كنعرفك تخيل تزوج في رامبوان كبر في رامبوان دابا ملي تيت كبر واحد المعاق مع واحد المراه في واحد ما كنمثلش انا زعما بنتها في الاعاقه لا لا كنمثل واحد لا غولاسيون غتولي فيها ان كونجونكتور لقيت انا داك الطفل الكبر مع هذيك المراه تتدي للرامبوان وتيربح الفلوس وتجي واحد النهار تخليه وتمشي مع معاق اخر باش يحسوا غتقول لي راه كبرتك وراني عطيتك الفلوس ورا شريتي قريمة طاكسي ولا ما عرف شريتي بارتما ولا شريتي جوج بلارك باش يعطوك بلاكة ولا يعطوك نمرة ما يبقاش يشوف هو البلاكة ولا النمرة البركة اللي خداه ولا بارتما ولا غادي يشوف لا وجود له خارج العلاقة اللي تعود لا ديبوندانس تخلقات استغنيتي شي ملي كتخلق لا ديبوندانس كيولي ان اتر هومان ا دو تيت سي كان عندهم كور واحد افيك دو تيت كتجي كتقول لي قسم شان قسم رانا مش بابا راني معاك صافي راني ولفتك شي دابا هافي كنقولوا حنا الوالدين 12 عام سكتوا لان من 12 عام وانت تتخرجوا بشويه بشويه باش يوصل ل 18 19 20 تيكون ولفك بعتي عليه كيسهال عليه يدخل لا في ديال لادولت لانه بوحده اما باقي نوريك كيفاش تلبس وباقي نمشي نشري معاك الحوايج وتخيل انا مشيت لواحد المكازا نشري حويجات تلقى ام تتقيس لولدها عندو 20 عام نشوفوها بزاف 20 عام وتختار لي وبارك مسكين هكا ماما عجبتني 20 عام وكتقول لي هاك البس السبرديله مسكين كيتحنى بالسبرديله ناري هاك ولدي فلوس كشري حوايجك هاك ولدي وصلك بالطوموبيل المكازا فلاني وندير معاك نجي وراك بالطوموبيل في الساعه الفلانيه وعم بحرك علاش انا نمشي نشري لك ونفصل لك ونلبسك ونقد شتي بغيتي استقلاليه خصك انت من الاول تسخابيه ماشي تسخابيك هو انت الاول تسخابيه ما كنكون في المكتب ولا وراهم الوليدات كيعرفوني كيجيو المكتب يسلموا عليا نجد خايف نقول لي ولدي سير لاصال الاخرى عافاك يخدمك بس نتبقاش بالك حدايا ما حاش انا راود باش نعطيه رضا على العاطفية ولدي حدايا نونس ونسني لا باش يخدم تحية صافي سلم عليا وسلم عليا شتي ما كنقدروش نفطمو راسنا منهم ايوا انت ركب ما قدرتش تفطم منه كيفاش تفطم منك هو فهنا نصيحتي لا ننساها خاص ما كاينش شي حاجة سميتها غادي نعوض لك اش نعوض لك الأخطاء ترتكبوا دارك الفيزيونين بقاهم خلطين بعضياته اللي اعطى الله اعطاه دابا نوض السيدة وتقول لبنتها غدخلي سوق راسك بنتي ولا انت بخدمتك سيري كري خرجي برا تقدر لا تقدر في العلاقة انت خدمتك بنتي عندك سيارتك احنا كأسرة عندنا قواعد ان الصغير كيحترم الكبير ولاد والكبير كيصن الصغير انت بنتي هاد القاعده ما كتحترميهاش الله يرضي عليك عفا بنتي بخدمتك بسيارتك عفا بنتي راه تمشي تكري حنا اللي غنعاونوك نجيبوك الفراش عرفتي شحال من عائله مغربيه انا شخصيا وضعت هاد الحل مع ولادهم ومع بناتهم دابا حاليا سكنت بنت في بارطما بوحدها ومو باب دار بيضا وهي في دار بيضا جات عندي البنت قلت لي مع عمر بابا ماكله طعامي من اللي كنت في الدار معاه ما يحملش يشوف بنته في الكوزين ديما قالت لي نبغي غير ندير شي شيء هو في الدار يدخل يغوت واش انا مخلص الخدمات وانتم تكرفصوا
قالت لي ملي سكنتي يا استاذ الله يرحم لك الوالدين، قالت لي النهار اللي قلتي لماما داك الحلو قنعتيها ومشات قنعت بابا وخديت، قالت لي واحد استوديو بويا صالون وكوزينه وهذا، قالت لي مؤخرا جا واحد الليله للبارطمان عندي ياش يسلم عليا، قالت لي لقى لي مجدع الشيوه ديالي، قالت لي ادخل، قالت لي اول مره في حياتي باغ ياكل طعامي، وانا قالت لي تنسر به وكنشوف فيه، قالت لي كياكل طعامي، قال لي يا بنتي كتعرفي طيبي، قالت لي بقيت كنقول في خاطري واش تسكنت باب واحد يعاد، شتي اش كنصح انا بزاف ناس بالطلاق، شتي باش تحافظ على الانسانيه والعلاقه الطيبه الفرق بعد النبوة رحل، شتي باش نبقى انا مزيان مع فلان من فاميلتي وتبقى هذا فلان مزيان من الاحسن بعد وتبقى العلاقه طيبه وفيها الادب، ولا هذيك السميه ديال العائله مجموعين وشي يحقد على شي وشي يحشي الهضره شي وشي يسب شي، لا ما هوش، يا اما نتعشروا بالقواعد يا اما نفترقوا بالقواعد. معنا فاصل مستمعينا ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا دائما خلال برنامج بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. وقول لي إذن بدلوش فيه شوي من لبش بدلوش قلت كتسنى إذن كتسنى إذن إذن مستمعينا إذن مستمعينا كيف غادي ناخدو نزام الدار بيضاء. ألو وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اوه سلام سناء شكرا جزيلا على هذا البرنامج وسي مامون الدكتور ديالنا في الجزائر احسن جزاء يا ربي امين اختي ربي امين دكتور الله يخليك. هذه موده وانا كنبغي نتصل والحمد لله حنا حصلنا معها. مرحبا بك. انا عندي 54 سنه وعندي جوج ديال الابناء وواحد هذوك الصغير عنده تقريبا 19 سنه وكبير عنده 22 سنه وعريت 22 المشكله دكتور هذاك الصغير ما بقاش ما تيكره الاخ ديالو بواحد الشكل بجوجهم كانوا فيقاهم مزيان غادي مزيان وحد الان الحمد لله ما عندي حتى شي اشكال في الناحيه الدراسيه بحيث ان الكبير كان كيقرا علوم رياضيه دوز كان في الخارج ونجح ومشات يدير زعما ان بونيكوم هذا حتى هو الحمد لله نجح بمية مزيان وكيقرا في لونسيجي ستاس ولكن واحد العاده هو اللي ولات ما بين هذا الصغير وذاك الكبير زعما دابا بلاتي بلاتي نعم استاذ اللي كتقول عداوه واش متبادله ولا غير من جهه متبادله ولا غير من جهه الصغير الكبير؟ لا استاذ غير من جهه الصغير الكبير. انت بدات بدات تقريبا دابا سنتين من اللي دوز هذا الباك ولكن انا خوتي قال لي اشنو ندير باش كنلقى واحد الانسيدون بيناتهم هنا في الدار ولكن ماشي شي حاجه صعيبه بسيطه كانوا بجوج كيتفرجوا في شي ماتش ويمكن هكا قالوا شي هضره وصافي ودز ولكن هذاك الصغير هذاك الكبير كيحاول يدوي معاه واخا ما بقاش كي هو ما بقاش كيدوي معاه ما كيادريسيش ليا الكلام ومن بعد مشى هذاك الخارج وهذا ملي تيجي تصور هذاك ثلاثه الاسابيع هذاك ما شافوش نهائيا وما تيدويش معاه وملي كتسمعو كيتحدث عليه ما تقولش واش الاخ ديالو راه ما تيدوي انه واحد الحقد وما فيها ليه ما فهمتش ومشيت ما حاولت مشيت عند الطبيب النفساني نستشر معاه واحد هنا في الدار البيضاء وقال لي ايوا خليهم ما انا ما جاتني هذا الحل ولا شي حل ماشي خليهم قلت لي انايا جوج خوت ويبقاو يتعادى مع الاخ ديالهم ما نقربشهاش بغيت استاذ الله يخليك تنصحني شنو ما عرفتش كيفاش نتصرف شنو ندير اش من اتجاه زعما شنو ندير الإسلام لله والدين ديالنا الحنيف جعل علينا فرض حب المؤمنين واش اخبارك راه فرض حب المؤمنين فرض اللي هو مؤمن وما تيحبش واحد اخر يعرف راسو راه باقي ما دخلش الايمان القلب ديالو قالت الاعراب امنا قال لهم سيدي ربي قولوا اسلمنا قولوا اسلمتم على الإسلام أما الإيمان لم يدخل القلوب الإيمان مقام المحبة وفرض على المؤمن يحب المؤمن
لا يؤمن أحدكم تقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم يعني إذا ما تدخلوش ما يدخلش الإيمان قلوبكم ما تحطوش رجليكم في مقام الإيمان. إذن هنا ملي كتجيك الخبر على ولدك الله يستر تيزني ولا كيخمر غتسلمي عليه غدوي معاه ملي غيتعشى غتبركي تحدي معاه غديري الواجب ديالك غطيبي وتحطي الماكله في الكوزينه تقول له ودي بغيت تاكل طعام في الكوزينه سير هزو سربي راسك ورا الخبز كاين تما سير حتى الميده ما غتجي معاهاش مورا غتخليها كاو وتخرجي. علاش كتسمى المؤازره في الحق المؤازره في سبيل الحق. ما عندي معاك ولدي مشكل ولكن ملي انت لاحظتي ما بقيتش داوي هنايا كأم مع ابني كتكلم كضمير كنعبر على الحقيقه تجاه الابن ديالي. شوف ولدي انا ما نقبلش ولادي ما يكونوش مؤمنين وان واحد المؤمن في داري ما يحبش خوه مؤمن اخر. يعني ديك الساعه ما بقيتش داويين معاه في الخوت من الصيغه العائليه انما المؤمنون اخوه طلعنا العائله الكبيره. شتي المؤمن واجب عليه يحب بلاده. يا كي قلنا مسعى سلم اللي مات منكم وليس في عنقه بيع ليس منا. احنا اهل البيع المسلمين والمغاربة هم ادرى بالبيعة في العالم الاسلامي. راه قلت لكم في الخطاب الاخر شنو كتسوى البيعة راه كتسوى قانون ناس كيسحبوها فقط واحد اللعبة فولكلورية كيديروها المغاربة مرة في العام ورا مزروعة علينا في الدم. احنا ملي كنشوفوا امير المؤمنين في البيعه كنتخيلوا سيدنا رسول الله مع الصحابه تحت الشجره. فهنا عاف اختي خصك تهز هذه الحقيقه وتحطها لولدك في قلبه. ولسمع نقول لك ولدي حب خوك راه واجب عليك لان راه مؤمن هذاك الدري وانت مؤمن بينكم شي حساب تسمح لخوك. ما كندويش معك كامك كندوي معك كضمير. ما يمكنش نكون انا مسلمه وانا مؤمنه ونشوف في داري واحد كيسمي راسه مسلم وكيسمي راسه مؤمن وفيه الحقد. ما يمكنش ولدي نرضى عليك راه ما راضيش عليك. ما كنقولش لك راه غلط في حقك ولا ما غلطش. ما دخلتش انا لهذا الحساب ديال شكون اللي عنده الصح شكون اللي عنده الغلط. عرفتي شنو هو اداب ولدي المسلمين اداب المؤمنين؟ تسلم على اخوك تقلب تحييه تقلب شنو كيضرو تقلب تعاونو. ما قدرتيش تعاونو تادب معاه. واش قول لي حليب واحد داس في عروقكم نفس الخلايا كتدوس في العروق ربيتو مع بعض. قول لي واش حنايا نتسماو مسلمين كنربيو العدوه ما بين بعضنا البعض. فهنا ما خصش الام تبقى تخليهم واحد منه لاخر ابدا. الوسيط الوسيط. فملي غتوقف الام هو غيفهم بان وقفات مع جنب خوه ويقول لي شتي ولي ما فهمتيش قريناك وعلمناك ما فهمتيش. ما وقفتش مع أخوك وقفت مع الحق. فرق راه فرق لالا شتي راه فرق فرق بأنه نوقف مع شخص وفرق نوقف مع مبدأ. ياك شتي أنا كيتصلوا بيا المواطنين المواطنين تيقولوا كلام طيب تنقول لهم ودي ولكن سمحوا لي أنني نقول الكلام سواء عسل ولا مر. لأن احنا شنو دورنا ماشي نسوجيت لي فلور ماشي هو نقولوا الشعر في بعضنا البعض ونقضي وغرض بعضنا البعض. انا ما داخلش لهذا الباب باش نتحب. انا داخل حبا لسيدنا رسول الله. انا كيبان قدام عيني هنا واحد السلسله ديال العلماء انا ولد المدرسه المحمديه. انا ما كنشوفش انا هذيك المراه ولا هذاك الدري كنشوف سيدنا رسول الله. لا راه كيتسنت كنشوف واحد السلسله ديال العلماء راه كيسمعوا دابا. انا خصني نحمر وجه العلماء اللي انا واخذ من عندهم. اش انايا بيا واحد ولا وحده تقول لي تبارك الله عليك الله يجزيهم بخير الله يجزيهم بخير اللي حبنا الله يجزي بخير حب الله ورسوله. ولكن الى قضينا كنا افضل من نتحبوا احنا ما قادينش. فهنا رحنا في الحق على نفسي وعلى زوجتي وعلى اولادي وعلى امي وعلى خوتي على جيراني وعلى 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 السيد معرفتي معرفتي وقريب ليا في الحومة كنشوفو الصباح نشوفو العشية. عمرك تشوف عام كنتفادى عام كنتفادى السيد كنحط السيارة كيبان لي راه هو جاي من هنا كنمشي قطعنا من هنا
عام انا كنتفادى. واحد الصبح هي الحد غادي خارج نتقضى تاع جاي مقابل معايا ما عندي فين تفادى، جاي قاعد معايا وقفني سلم عليه سلمت عليه قال لي يا استاذ تتفاداني. قلت لي كنتفاداك ايه؟ قال لي علاش؟ قلت لي باش ما نخسر الجوره معاك. فاش قلت لي هاللي سمعت هاللي سمعت هاللي سمعت وبودني وها معاملتك لولادك غندوي معاك ترد عليه هضره وغادي نتشاهدوا غنخسر بعضياتنا، ما قادش ندوي معاك وما حاملكش تفضلت نزيد في حالي. والله يا اختي سناء ما قدرت تحرك بقى جامد. قال لي الحومه كلهم كيسلموا عليا حتى واحد ما قال لي الحقيقه في وجهي وانت ما سلمتيش عليا وانا جيت برجلي نسمعها. قال لي راه ما قديش السطر اللي عند بالي. قال لي راني ما غلط. قلت لي غلط؟ قلت لي عندك ربعه الاولاد ياك ثلاثه ها كيكبروا كيزيدوا يبقى عندك هذاك الصغير. قلت له عمرك قلتي ولاد؟ قلت له ولدك جا عندي مخفي ما جابتش لي سميتكم ما جابش لي كنيتكم باش ما نعرفكش. قلت له وبقيت من الاوصاف اللي عطاني عرفتك. مشيت سولت العساس قلت ولدك بكثرة ما تحترمك وما قالش لي سميتكم باش ما نعرفكش. قلت له عذبتي ولادك وغتخسر هذا الصغير اربعه ضيعتي اربعه. قلت له يا اخويا ما صبرتش لان قلت لك وجيت عندك ودويت معاك وكنعرف انت كيفاش داير فمك عافيه غطليني وما غرضاش في تفاديتك باش ما نوصلش معاك. دابا انت جيتي برجلك وانا غنقولها لك شتي لاله الحق احنا المسلمين مطالبين به من باب النصيحه ولكن لاش ان الواحد غادي يقلل من الادب ولا غادي يولي يعاير فينا ولا غيولي ما كنقولوش كنخليوه منو الحيط اللي غيلقاه لان حيط تراك مسدوده سان كيو تاك بغيتي تسلك عاسلك حيط تما وحيط ما كيتهرش يا ريت كون حيط كيتشارك تهرس وما كيتنقزوش عدو باب وكيحلو مول الباب الا ما حلوش بقيتي حاصل. فهنا خاص المراه تمشي لعند ولدها قول لها ولدي اسمحي ما داويش معاك امك ما داوياش معاك امك. السيده مكه محاصره مكه جات لقات ولدها محصن قالت لولدها واش انا والد الرجال ولا والده؟ قالت ليه الجبانه سمعتك متحسن في دارك. قال ليها راه سمعت بان هذا العدو راه كيشدوا الناس وتيقطعوا لهم ريوسهم وتيعلقوهم فواحد العمود ما بغيتهمش انا يشوهوا لي الجسم ديالي. قالت لي احنا في الجهاد وفي الدفاع على حرمه البلاد كشات اذا ذبحت ما بالها بصرخها. خرج انت ماشي ولدي. مرة خرجت ولدها وشجعاته سيشوف الريفيات على ما عبد الكريم الخطابي رحمه الله. شكون اللي كان كيتفارج الرجال؟ كتزغرت عليهم مو مرتو بجوج مو تزغرت من جهه ومرتو كتزغرت من جهه وشاري ليه الكفن شادينه في يدو تيقول له سير حنا كفنك شاريناه سير جيتي ناجي ها زغريتك استشهدتي ها جوج زغريتات. حنا في الحق ورا ما تنخافوش لو مات لائم يكون باك ولا امك ولا ولدك يعني ولا العلاقه الانسانيه قريبه خصنا ولا بدا ندخل لابد ان تخيل دابا هذا الكبير هذا لو دخل في العنف بدي عنف خوه اول بيت غتشد. دابا الكبير صابر والصغير كيتمادى شكون اللي خصو يدير الفصل؟ شكون؟ الوالدين. راه بحال القانون ملي دابا كتكون تغادي عندك الضو الخضر واحد عنده الضو الاحمر وتيقطع مول الضو الاحمر ما يعقلش هذيك. ولكن ملي تيكون يشدو الشرطي ويحيد ليه النقاط في البيرمي ويزدحو بواحد 700 درهم ولا يسحبوا ليه كاع البيرمي ملي كياخذ لك حقك في القانون ما كتكونش العمليه. راه البلاد اللي فيها القانون فيها الانسانيه. البلاد اللي ما فيهاش القانون العداله عرف كيطلع منها كيهجم عليها الهمجيه والعداوه.
بروفيسور لو سمحتي وحنا كنتكلموا يعني في موضوعنا اليوم على يعني روح المبادره واخذ الانيشيتيف كتشوفها بروفيسور لانه في مجتمعنا اللي كنقدسوا النجاح وتنصفقوا ليه وكنحقدوا دائما للاسف على الفشل مع انه الفشل حتى هو عنده واحد الدور كبير يعني في اكتساب التجربه ومن الفشل ممكن اننا نتعلموا وننجحوا فبروفيسور يعني شنو اسباب هاد البنيه اللي ولات لعبه فينا المجتمع لله عنده الممثلين الصغار وعنده الممثلين الكبار الممثلين الصغار هما الوالدين وهما الناس اللي في المجتمع المدني الناس البساط مقاولين رب مقاول عاود دول الممثلين الصغار الممثلين الكبار من رؤساء الجماعه من ناس البرلمان من ناس السياسه ومن ناس الدوله دول الممثلين الكبار فوقاش كيصبح الانسان كيحب الفشل او ماشي كيحبو كيتقبلو ملي المجتمع عند الممثلين الكبار عند الناس اللي كيسنوا القوانين ما تيدارش حكم بالاعدام على اللي فاشل احنا عندنا في المجتمع العربي باسره الشاكل دون رصيد هبطوه للحبس في الجمله هبطوا وكيجي مواطن مغربي حامل باسبور اوروبي كيهبطوه عنده جوج مواطنين مواطن مغربي عنده شيك ومواطن مغربي قاطن في اوروبا هذاك عنده شيك دون رصيد الاخر عنده شيك دون رصيد المغربي هبطوه والمغربي عنده باسبور احمر عندك اجل حتى تجيب فلوس العالم العربي كله فملي المواطن كيشوف بان الباسبور الاحمر عطاه قيمه كيحرق ملي كيشوف بان المحاكم التجاريه من اكبر المحاكم في المغرب ما عندهاش علاقه في موضوع ديال الافلاس كيصبح جنحه وهو شكون اللي خصو يتشجع المفلس كيتسمى في الفكر الاسلامي الغريم كيخص دار بحث باب الانسانيه انا كنت في اوروبا وجا واحد المقاول عند واحد البسيكياتر وانا ستاجير جالس في جنبه كياخذ دواء ديبرسيون حيت دار فايت هذاك البسيكياتر قال ليه انا غنعطيك الدواء ولكن عاود ليا شنو السبب باش درتي فايت قال لي خديت مارشيات مع عند شركات وما خلصونيش قال لي هذا هو اللي عندك قال لي هذا هو اللي عندي هز التليفون كومبوزي نمرة المحامي ديالو قال لي بغيتك تجي تشوف مع واحد الملف البسيكياتر عيط للمحامي بجوج خداو موعد مع رئيس المحكمه وانا ستاجير غادي بجنبهم دخلوا عند رئيس المحكمه وقالوا لي هذا السيد راه مريض نفسانيا ولكن راه ماشي مرض بصدمه ولا راه غير مشى ليه الشغل ديالو لانه خصو اجل رئيس المحكمه عيطت للقاضي عند الملف قالت لي غتجمد ليه السنسات وغتجمد ليه كذا وغتجمد ليه كذا واستدعت البنكه وقالت لهم غتعطيو اجل لهذا السيد ريت ما يكمل لا ليفريزون دي كوموند 6 شهور السيد عاود خدمات الشركه ديالو علاش ما هبطوش علاش طلعوه شتيها هو جاي الدواء وجا عرفتي تخيل واحد الجمله قال هذاك البسيكيات خلى هذاك الرئيس المحكمه وانا حاضر قال ليها عنده جوج الحلول يا اما غيولي مالاد مونطال وغتولي الدوله تنفق عليه يا اما غنوقفوا جنبه وغيولي يعطي الفلوس للدوله قال لا 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 انا ما باغيش نعطيه لو ستاتيو دو مالاد مونطال راه فيا ما نعطيه ليه قال لها شي بسيكياتر كاشطي ليه نعطيه ليه قال لها ما باغيش نعطيه ليه نشوفكم نتوما اش غديروا معاه تخيل لا ميدسين كتقيس في لو جوريديك جوريديك تيقيس في السوسيال السوسيال كيطلع في لومان لومان تيطلع في الكوميرسيال الكوميرسيال تيعمر ليكونوميك المجتمع تيطلع اين نحن من هذا إذن تحيتنا لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء لكي يتابعونا يوميا في برنامج بكل وضوح التقوا بكم الأسبوع المقبل بإذن الله دائما مواضيع اجتماعية كتخص حياتنا وعلاقتنا اليومية رفقة البروفيسور مامون مبارك الدريبي لكم تحية مجدولين على ما الإدريسي رفقتنا اليوم في الإخراج البرمجة الموسيقية ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8
من يوم اثنين الى خميس انتظرونا. مرحبا بكم.